يلا خلينا نروح، البنات راحوا على شغلهم ونحن ما لازم نوصل متأخرين على الشركة. يلا روزة خلينا نمشي. يعني نرجس نحن أصحاب الشركة، ما في عنا التزام بساعات العمل. نحن لازم نشتغل أكثر من كل الموظفين، هي هي الفكرة. بس هالشي بيستحق يا روزة، الشركة عم تتطور بسرعة كبيرة، ومخططات التدفئة كمان والمسابقة تبع المهندسين. شكرا كثير لإلك. لا روزة، ليكي بعتقد الشي المهم إنه تكون العيلة موحدة. شايفة؟ مثلاً هالبنت كتير مبسوطة، وعندك صوفيا مركزة على المسابقة وأكيد رح تفوز فيها. نحن رح نشوف إذا كان في برد بالطريق، أوقات بيصير هالشي، بس بعتقد إنها رح تفوز. متأكد إنها رح تفوز، هي كتير شطورة. المهم هلأ إنه كلنا مع بعض هون، وسفرها على هولندا كان كتير منيح بصراحة، أنا مبسوطة. إيه مزبوط، من الواضح إنه الأمور منيحة، ومع الوقت رح ترجع للذاكرة، أنا متأكد من هالشي. وأنا بتمنى هالشي حبيبتي، وهذا الشي رح يصير لما تكتشفي ليش أبوك باع أرض دورنيس. نحن لازم نعرف السبب، هذا الشي الوحيد يلي لازم نعرفه. إيه كتير غريب إنه أبوك باع الأرض يلي قضى نص حياته وهو عم يهتم فيها، مزبوط؟ عن جد شي غريب. ايه مضى كتير سنين على هذا الشي، ممكن يكون كتير مؤلم انه ترجعوا وتفتحوا الموضوع، بس يعني ممكن تكتشفوا شغلات انتو بغنى عنها. ايه تماما، عندي فكرة، انا بقصد انه عندي فكرة كتير حلوة يعني عن ابونا يا روزا، عم تفهمي علي؟ رح يكون مؤسف انه نكتشف اشياء ممنيحة. ايه صحيح، صعب كتير، اكيد رح نتوجع لما نروح نزور قبر بابا بدورنيس من دون ما نعرف الحقيقة يا نرجس، هذا صعب كتير. حبيبتي روزا، ليكي في حكمة بتقول انسوا الماضي، لا تعيشوا بالماضي، والأفضل إلكن هو تعيشوا بالحاضر، يعني هلأ نكون مبسوطين وبس.